في، لكن العقل الصيني عكس العقل الروسي، العقلية الروسية مواجهة وتواجه بعنف ووضوح. العقلية الصينية تمتاز بالهدوء ومن ثم الضرب بشكل قاتل، بمعنى الصين وفقا للحكمة الصينية، لا الحك والحكماء الصينيين والمحاربين الصينيين في التاريخ القديم لا يتحدثون كثير ولكن يخططون ومن ثم يقومون بالهجوم المناسب والمؤثر. لذلك هناك اختلاف في ثقافة ما يسمى ثقافة المواجهة أو المقاومة أو استراتيجيات المواجهة. هناك فرق بين الاستراتيجية الروسية والعقلية الروسية، وهناك عقلية صينية تمتاز بالصمت وبالحركة غير المشاهدة، بمعنى أن الصين ليست صامتة، هي صمتت 10 سنوات فجأة أصبحت من دولة في مرحلة متقدمة وكانت تبيع أدواتها وبهدوء، تتوسع في القارة بهدوء بالعالم بهدوء. الحكمة العقلية الصينية عقلية صامتة ولكنها فاعلة بشكل غير مرئي.